نفس 5 اكتوبر كان في تاني تغيير محاكمه عبد الله الفخراني وسامح والعدل، و 5 اكتوبر الاهرام منعت مقال اسامه الغزالي حرب من النشر. هو المشهد هنا مشهد ده بيعكس وضع الصحافه دلوقتي بشكل اساسي. في 7 اكتوبر تأجيل محاكمه شوكاني اللي النهارده امبارح كنا بنحتفل بعيد ميلاده، من النهارده بعد المؤتمر ده نحتفل بعيد ميلاده الرابع داخل السجن 4 سنين. بيتجدد حبس شوكان احتياطيا، شوكان تجاوز السنه الثالثه الحبس الاحتياطي فاطول فتره حبس احتياطي. لدينا قائمه طويله من الانتهاكات اللي بتتعرض لها اسر الزملاء اثناء زياراتهم او اثناء يعني المشهد هو صحفي وسيظل مشهدا صحفيا انعكاس لاوضاع الصحافه وما وصلت اليه خلال الفتره الماضيه. وانا بطلب من كل الصحفيين هم لو ما عرفوش يصوروا معانا احنا هو او في لجنه الحريات يصوروا نفسهم في البيت حتى ويرفع الفيديو دوت على الفيسبوك، يقول فيها الحريه للصحفيين ويقول فيها الحريه للقلب. احنا عايزين نوصل صوتنا انه يا جماعه احنا مش هنسيبهم، احنا مش هننسى الصحفيين اللي جوه الحبس. خلال النظام الصحفيين احنا مش هننسى اي مظلوم داخل السجون. اننا تعرضنا له مش عارفين منذ وطننا قسم قصر النيل من تكجيل الايدي من الخلق وتعصيب اعيننا ثم تعدى علينا بالصاعقه الكهربائيه والضرب المبرح. بدا الموضوع ان جالنا تليفون الساعه تقريبا 4 ومحمد اتقبض عليه. احنا لحد دلوقتي ده ما نعرفش ان لا حمدي مقبوض عليه ولا اسامه مقبوض عليه، مفيش حد خالص عنه خبر. رحت انا في نقطه التحرير دخلت في الضابط قال هم بس شويه تحريات عنه وهم يخرجوا. ده كان الساعه 4:30، من 4:30 للساعه 7 وكل ما ندخل نسال لا خارجين شويه تحريات متاكدين يعني 5 دقائق 10 دقائق ونتفاجئ ان هم نقلوهم على اسم قصر النيل من غير ما احنا نعرف. يعني اخر كان كلامي مع الضابط 10 دقائق وهدخل حضرتك تطمني عليهم. رحنا اسم قصر النيل قابلناهم طمنا ان هم كويسين لحد الساعه 4 لا في تحقيق معاهم لا في هم مش عارفين اصلا هم مقبوض عليهم ليه ومشينا لان ممنوع ان احنا ندخل حتى تاني نطمن عليهم. تاني يوم نروح فين الصحفيين الموجودين؟ لا احنا ما عندناش صحفيين. قلت له يا فندم انا شايفاه بنفسي وانا متكلمه معاه امبارح ازاي ما فيش صحفيين؟ طب اطلعي اسالي فوق في المباحث. اطلع فوق في المباحث شايفه محمد متغمي مربوط ايديه لورا وقاعد على الارض والظابط بيقول لي لا محمد مش موجود. قلت له ازاي يا فندم محمد مش موجود؟ قال لي انا ما اعرفش حاجه حضرتك انزلي اسالي تحت. انزل للمأمور يقول لي لا انا ما اعرفش حاجه عن الصحفيين اللي كانوا موجودين امبارح.